السلام عليكم. من المسائل التي يسأل عنها بعض المرضى في نهاية رمضان أنه إذا أصيب بمرض مثلا أو عمل عملية جراحية في 25 رمضان فأفطر بقية رمضان فصار عليه 5 أيام، ثم جاء العيد وهو لا يزال مريضا، ثم بعد العيد أسبوع وأسبوعين كلما أراد أن يقضي وإذا هو لا يستطيع بسبب أنه يأخذ أدوية، ثم توفي بعد رمضان 20 يوما، لكن لم يفتح له مجال للقضاء، وبالتالي هو لم يقع منه تفريط. هو يقول يا ربي متى أشفى حتى أبدأ أقضي، لكنه ملزم بأخذ الدواء. فإذا مات بعد رمضان مثلا 20 يوما أو بشهر وهو لم يفرط لأنه لم يفتح له مجال للقضاء وبالتالي لم يقضي، فهذا لا يجب على أهله أن يقضوا عنه ولا أن يطعموا عنه لأنه لم يفتح له مجال للقضاء. أما لو شفي مثلا بعد رمضان بأسبوعين ثلاثة وأجل القضاء كل مرة حتى توفي بعدها بشهرين أو ثلاثة، فهذا وقع منه تفريط وتكاسل، وبالتالي من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هنا يصومون عنه أو يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، والله يتقبل منا ومنكم.